الدوحة مياسة الشكلة السايحة سلطانة أيضا مذيار الذيبة جبارة النجادية في آخر اسم وجعلها الله ليست من الأخير. أعود هناك عند المقدمة بل أفتتح إذاعة هذا الشوط بقدوم وقيادة مميزة اللي في المقدمة وهذا التحركات منذ الانطلاق. فهناك التسللات وهناك الضغوط الواضحة كما رصدت سيارة ثمينة لصاحبة المركز الأول من المركز الثاني وحتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. وهذه هي لقطة مميزة من المخرج المتميز على يمين الشاشة، هذه هي الجوائز السيارات الثمينة التي تنتظر الفائزين. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. دولة في مقدمة الشوط للسيد محمد بن سالم بن عامر العامري في المقدمة، بينما تليها في المركز الثاني فهناك سيف بن محمد بن سيف بن كاسب المسافري مع المركز الآن الثاني، وفي المركز الثالث هناك التسلل ما بين السائح للسيد محسن بن زهرة المري مع المركز الثالث، ورابعا هنا وصول متميز من الجانب الآخر من قبل الدوحة لعبد الله بن سعيد المسند في المركز الآن الرابع، ولكن التسلل من الذيب للسيد أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي. هكذا هي مسيرتنا وهكذا هي مراكزنا المتقدمة للخمسة الإذاعة الأولى التي تختصر الإذاعة للخمس المراكز المتقدمة. أعود هناك عند الصدارة وعند القوة وعند دولة اللي في مقدمة هذا الشوط، وتقود هذا الشوط قيادة سليمة تعود ملكيتها للسيد محمد بن سالم بن عامر العامري، ولكن التسلل ايضا هناك من الجانب الاخر من قبل اللي هي السايح للسيد محسن بن زهرة المري الضيفة العزيزة، بينما هناك دقلة من تتواصل معانا لسيف بن محمد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المسافري مع المركز الثالث، ورابعا يا سلام هنا ابو محمد احمد بن محمد بالعوضي المنهالي مالك الذيبه اللي الان في المركز الرابع، وخامسا هنا وصول من الدرعيه للسيد احمد بن سعيد المزروعي مع المركز الخامس. هذا هو النداء المتواصل للمراكز الاولى المتقدمه، ولا زالت ارقام ولا زالت شعارات خلف الخمس اللي ذعتها. نعود هناك عند المقدمة وعند الصدارة وعند القوة والإثارة يا سلام في مقدمة هذا الشوط، بينما السايحة في مقدمة هذا الشوط للسيد محسن بن زهرة المري الضيفة العزيزة في المركز الآن الأول، بينما المركز الآن الثاني هنا وصول في المركز الآن الثاني هنا دول للسيد محمد بن سالم بن عامر العامري مع المركز الثالث، وهنا ايضا دقلة للسيد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المنصوري مع المركز الان الثالث، ورابعا هنا الذيب للسيد احمد بن محمد بالعوضي المنهالي مع المركز الرابع، وفي المركز الخامس التسلل هناك من الجانب الاخر من قبل ثمريت للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي مع المركز الخامس، واول اذاعه لهذا الاسم الان ينضم مع الخمسه المراكز الأولى المتقدمة. أعود هناك عند الصدارة وعند المقدمة وعند القيادة وعند القوة والإثارة، وهنا الكادر التحتي وهنا يمين الشاشة هذه من تطلى أو من يطلى بمادة الزعفران يا سلام. هنا أنتقل إلى المركز الأول وإلى القيادة وإلى القوة وإلى الإثارة وإلى المتعة في مقدمة هذا الشوط يا سلام. أعود هناك عند المقدمة وعند من تقود قيادة هذا الشوط قيادة سليمة يا سلام. هناك أسماء تتحلى بالقيادة وهناك أسماء تطير الحمام ما شاء الله. هنا يا سلام دولة في مقدمة هذا الشوط، وهناك أيضا السايحة، وهناك تنضم معها هندقلة في المركز الرابع، هناك تصل اللي هي الذيبة، وفي المركز الخامس ثمريت. هكذا هي مسيرتنا للمراكز الأولى المتقدمة يا سلام. سيارة ثمينة يا مضمرين يا ملاك بانتظار الفائز الأول ومادة الزعفران والناموس وكل معاني الرياضة لهذه المسيرة التراثية الرائعة. تنتظر من؟ تنتظر الفائز الأول السيارة، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر أيضا جوائز نقدية قيمة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. هنا الضغط الواضح على دولة اللي في المقدمة
للسيد محمد بن سالم بن عامر العامري في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني فهناك السائحة للسيد محسن بن زاهرة المري مع المركز الثاني، وثالثا هنا أيضا دجلة للسيد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المسافري مع المركز الثالث، رابعا هنا الذيبة للسيد أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي، يا سلام أوصيك يا حمود. بينما أنتقل مباشرة إلى خامس المراكز وإلى ثمريت للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي ايضا في المركز الخامس الان، وفي المركز السادس من يا سلام هنا مذيار في المركز الخامس الان، تعود ملكيتها للسيد احمد بن مطر بن مايد الخيل، يعود هناك عند المقدمه وعند الصداره وعند القوه وعند الاثاره. الله 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 يا سلام، هنا دوله في مقدمه هذا الشوط والضغط الواضح هناك من الجانب الاخر من قبل السائحه، طبعا دوله السيد محمد بن سالم بن عامر العامري، وهنا ايضا السائحة للسيد محسن بن زاهرة المري مع المركز الثاني، وتنضم معها ثالثا هنا تصل اللي هي لدجلة للسيد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المسافري مع المركز الثالث. الآن أنتقل مباشرة إلى المركز الرابع وإلى الذيبة، وتعود ملكية الذيبة للسيد أحمد بن محمد العوضي في المركز الآن الرابع، وفي المركز الخامس كما ذكرت فهناك ثمريت للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي، وسادسا خامسا هنا اختصر اذاعتي للخمس المراكز المتقدمه. انا لما اشوف هذا الشعار يا جماعه لا حد يلومني، تعمل لي ربك اعود هناك عند المقدمه، اعود عند سيطرتي وعند القياده وعند القوه والاثاره. يا سلام، هناك المقدمه، هناك الصداره، هناك في المقدمه دوله، يا سلام، اسم كبير كبير يحمل معاني كثيره، وانا لم اخوض فيها بل اكون هنا في الشوط فقط. هنا دوله للسيد محمد بن سالم بن عامر العامري مع المركز الاول، وهناك الضيوف الكرام ايضا مع الضغط القوي على صاحب المركز الاول، فهناك السائحه للسيد محسن بن زهره المري مع المركز الثاني، وهني ثالثا تصل يا سلام هنا دجله للسيد سيف بن مصبح المسافري مع المركز الثالث، ورابعا هنا تصل ثمريت للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي مع المركز الرابع، وخامسا هنا الذيبه للسيد احمد بن محمد بالعوضي المنهالي مع المركز الخامس، وهناك المقدمه والكادر الاعلى، وهذا العرض الثنائي ما شاء الله، عرض خيل في المقدمه، عرض تبادل يتبادلن الارقام المتقدمه بينهن ما بين الاول والثاني، يا سلام دوله والسائحه في مقدمة، يا سلام عرض مميز بين دولة في محمد بن سالم بن عامر العامري، وهناك أيضا السائحة للسيد محسن بن زهرة المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، هناك دجلة للسيد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المسافري، وفي المركز الرابع هناك ثمريت يا سلام لعبد الله بن طويرش الوهيبي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنا أيضا تصل الذيبة للسيد أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي، واسم اسماء قويه بدات تزحف على المراكز الخمسه الاولى، لكن لم يحين وقت دخولا الى عالم الاذاعه، بل اعود هناك عند المقدمه وعند الصداره وعند القوه والاثاره. وماذا عن اخبار دوله؟ ماذا عن اخبار من تقود هذا الشوط؟ قياده سليمه، قياده رائعه حتى هذه اللحظات، يا سلام. ولكن السائحه تعود الان، تعود وتنتقل نقله واضحه على الهواء مباشره عبر هذه القنوات الناقلة لهذا الحدث، ونحن في هذه الأيام الجميلة، أيام يوم من أيام يعتبر يوم من أيام الوثبة 30، هنا المقدمة وهنا الصدارة والقوة، السائحة المحسن بن زهرة المري في المقدمة. الله 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 الله، الضغط الواضح أيضا الذي يصلنا الآن وينتقل من المركز الأول والثاني ويتبادل الأرقام ما بينها أيضا للثاني، الدولة لمحمد بن سالم بن عامر العامري مع المركز الثانية. الآن أعود عند صاحبة المركز الثالث، والثنتين خذن كادر خاص في المقدمة، يا سلام. بينما المركز الثالث الآن دجلة للسيد سيف بن مصبح بن سيف بن كاسب المسافري، ولكن هناك التسلل من ثمريت في المركز الآن الثالث العبد الله بن طويرش الوهيبي، ولكن هنا يصل اسم نجود للسيد وجود
وجود لمحمد بن حمد بن مشيط المري، وخامسا هناك من هناك مذيار لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي مع المركز الخامس. يا سلام يا القوة، يا سلام يا التحركات، 1500 فقط بل تعديناهن يا جماعة يا مضمرين يا ملاك، يفصلن عن سيارة ثمينة، سيارة ثمينة بانتظار الفائز الأول والسائحة. يا سلام يا السائحة، شوفوا الثنتين، شوفوا الثنتين بالله عليكم اللي فرد هني بقيادة السائحة. يا سلام اللي في مقدمة هذا الشوط، تقود هذا الشوط بكل خطى ثابتة متعزمة هناك ومتزممة بكرسي القيادة، وتقود هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة في مقدمة هذا الشوط. لا محسن بن زهرة المري والمركز الثاني أيضا دولة لمحمد بن سالم بن عامر العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث ثمريت العبد الله بن طويرش الوهيبي، ورابعا هنا أيضا تصل وجود للسيد محمد بن حمد المسيح المري مع المركز الرابع، وهنا الخامسة الذيب للسيد أحمد محمد بالعوضي المنهالي. وعود هناك سلام، سلام الضيوف، سلام على هذه الانطلاقة، سلام سلام وتحية واحترام، تستاهل والله هذه الانتقالة وتستاهل هذه القيادة السائحة، كفو عليها والله كفو، أبصم الهنا بالعشرة حتى هذه اللحظات. إن لم تكون هناك أمور وتغييرات أخرى من قبل المراكز القادمة، ولكن السائحة في المقدمة والضغط الواضح، الضغط القوي على الهواء مباشرة الآن. وهذه اللقطة يا سلام مع صاحبة المركز الثاني دولة لمحمد بن سالم بن عامر العامري في المركز الأول، وحان وقت التسلل، حان وقت التغيير. يا سلام يا سلام، وفي المركز الثالث هنا أيضا وجود لمحمد بن حمد بن مشيط، ولكن التسلل من ثمريت العبد الله بن طويرش الوهيبي. أعود عند المقدمة، أعود عند الصدارة وعند دولة، دولة دولة يا دولة، مرحبا يا دولة. والحزام الأخضر، هذا الحزام الأخضر يرحب بهذه القيادة ما بين دولة والسائحة دولة لمحمد بن سالم بن عامر العامري مع المركز الأول، وهناك السائحة. ولكن سلام 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 وتحية واحترام لك يا العامري على هذا الفوز. محمد بن سالم بن عامر العامري خليت الترشيحات فوق حدر، وهذه لحظات الوصول. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الأعزاء. المركز الثاني للسيد أحمد بن مطر بن مايد الخيل، المركز الثالث السائح المحسن بن زهر الخيل، المركز الرابع لوجود السيد محمد بن حمد بن مشيط المري، وخامساً